بشأن القانون الذي أصدره النظام السوري لمناهضة التعذيب ورد الفعل الدولي عليه، تنضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذة سمية حداد. أستاذة سمية، بداية مرحبا بك. النظام السوري أصدر قانونا لتجريم التعذيب ومناهضته، بداية كيف تنظرين إلى هذه الخطوة وإلى دوافعها؟ مساء الخير. بما يخص القانون اللي أصدر النظام السوري منذ يومين، صراحة هو يعني قانون ليس إلا إجراء شكلي لا يتعدى هذا الموضوع. للأسف القانون يعني نعم. أستاذة سمية، أسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل أكملي. تمام. هو ما هو إلى عملية إجراء شكلي يقوم بها النظام السوري، يبدو أنه يحاول تلميع واجهته بأنه يهتم بمنع أساليب التعذيب التي قمنا بتوثيقها على مدار السنوات السابقة منذ 2011 حتى الآن. يعني قام بها هذا النظام عن طريق سواء الأجهزة الأمنية المنتشرة لديه وداخل مراكز الاحتجاز. حتى نحن لدينا في الشبكة السورية حقوق الإنسان قرابة 14450 شخص تمكننا من توثيقهم قتلوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، من بينهم في 174 طفل و 74 سيدة. ولدينا أيضا توثيق 72 أسلوب تعذيب قام النظام السوري باتباعها داخل مراكز الاحتجاز. طيب أستاذة سمية، يعني منظمة هيومان رايتس ووتش قالت إن التعذيب في سوريا ليس مزحة ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا التعذيب، من الذي يمكنه محاسبة المسؤولين عن هذا التعذيب؟ صحيح، عملية عمليات التعذيب داخل سوريا ليست بالمزحة، ولكن والنظام السوري كما هو معروف قد وقع اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي يجب الأصل أن يكون قد توقفت عمليات التعذيب فعليا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. عمليات المحاسبة يجب أن تبدأ إذا كان فعلا في نظام وفي قوانين صارمة، فلجب أن تكون من النظام نفسه، ولكن ضمن الواقع اللي نحن في سوريا للأسف هذا الأمر غير موجود، ولا نتوقع أصلا أن حتى هذا القانون الذي تم قام بإصداره أن يكون له أي أثر إيجابي على واقع عمليات التعذيب التي تتم داخل مراكز الاحتجاز، والذي ما زلنا نوثق عمليات قتل بسبب التعذيب داخل هذه المراكز حتى الآن. هل يمكن أن يحاسب هو شخصيا، يعني رئيس النظام السوري، يعني بموجب هذا القانون وفقا لنظرية مسؤولية المتبوع المعروفة في القانون الدولي العام؟ هو النظام السوري لما أصدر هذا القانون يعني ما أصدر، ترك فيه مثل ما يقولوا ثغرات داخل هذا القانون، يعني سواء باستخدام تعابير قصادة، بالإضافة إلى ذلك لدى النظام السوري أصلا قوانين أخرى قام بإصدارها سابقا تمنع إحالة أو محاسبة الأشخاص دون موافقة الأشخاص المسؤولين عنهم، وبالتالي لا يمكن أن يقوم أي رئيس بموافقة على إحالة مرؤوس لديه إلى عمليات التحقيق الخاصة بإدانته في عمليات التعذيب للأسف. نعم. من إسطنبول رئيسة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذة سمية حداد، شكرا جزيلا لك.